ما أنواع الحديث المرسل وهل يؤخذ به؟ هناك مرسل يقال له مرسل الصحابي يؤخذ به. مثاله أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بلع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عائشة لم تشهد هذه القصة، بل لم تكن ولدت، لأن النبي مات بعد البعثة ب23 سنة، وكان عمر عائشة 18 عاما، فمعناها أن القصة ذكرت وحدثت وعائشة لم تولد. فعائشة إما أن تكون أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون قد أخذتها عن صحابي والصحابة كلهم عدول، فهذا يسمى مرسل صحابي وهو مقبول. أبو هريرة مثلا أسلم قبل وفاة رسول الله بنحو من 3 سنين، ويروي حديث مكية، فمرسله يقال له مرسل صحابي معمول به. بعد ذلك مراسيل التابعين تنقسم إلى مراسيل كبار التابعين وهي قوية وإن لم يكن معمولا بها استقلالا، ومراسيل أواسط التابعين، ومراسيل صغار التابعين التي هي شديدة الضعف.